الله أكبر عليك يا بشار. طلاب قرية النقير تعود من مدارسها وتشكل بأجسادها بأجسادهم كلمة حمص، تعبيرا عن أن قلوبهم مع حمص التي تخطف الآن. 6/12/2012 قرية النقير، طلاب قرية النقير يشكلون بأجسادهم كلمة حمص تعبيرا عن أنهم مع طلاب مدينة حمص الذين يخطفون الآن. 6/2/2012 الساعة 10 صباحا. الله أكبر عليك يا بشار.